أخي فرهاد، أهلا وسهلا. من زمان ما أجيت لعنا، وين هالغيبة؟ بصراحة متضايق شوي، حابب أتدرب مع الشباب. دبر لي شي لباس من عندك لأنه مو جايب معي. ما في مشكلة، هلأ بدبر. يسلموا يا نمر، شكرا لك. عيادة الدكتورة عائشة جولدومان، تفضل. مرحبا، أنا أصلي الشينار، بدي أحكي مع الدكتورة ضروري. خليكي على الخط إذا بتريدي. ماشي، حولية. أصلي. مرحبا دكتورة عائشة، كنت بدي أخذ منك موعد. إيه حبيبتي، تعي إمتى ما بدك. أنت منيحة ما هيك؟ بدي أعمل عملية إجهاض دكتورة. ليش؟ طيب ليش بدك تجهضي جنين؟ عن جد مو حابة أحكي بهذا الموضوع هلأ بنوم. فيكي تحجزي لي موعد خلال يوم أو اثنين؟ ما بدي أتأخر أكتر. ماشي، تعي بكرة الساعة 7. ماشي، بس حاولي ما تتأخري. ماشي أصلي؟ أصلي؟ أصلي أنت منيحة؟ في وسيلة واحدة لهالشي. Oh!
ايه بابا ازاد؟ ابني ليك راح اخذ على خاطري منك، ها لا بتتصل فيني ولا بتسال عني. شوفي يا ابني انت منيح؟ لا بس هاي الفتره ماني منيح، عندي شويه مشاكل، لا تواخذني. خير انت بس قلي شو المشكله وكل شيء له دواء عندي. هالمره الدواء لا عندك ولا عندي بابا. طيب راح اتركك على راحتك. شكرا لك، وانا راح اتصل فيك بعدين.